والآن ننتقل ونترك حضراتكم في متابعة لفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 على الهواء مباشرة. وشفنا طبعا تسابق من واجتهاد كبير من معظم البنوك المركزية والحكومات للسيطرة على الأزمة في ذلك الوقت، ومن ضمن أهم المجهودات اللي قامت بها الدول هو تقديم عدة حوافز مالية وحزم لدعم النشاط الاقتصادي لاستيعاب الصدمة في ذلك الحين، وأيضا الكثير من التيسير الكمي لامتصاص الصدمة. ومع بداية التعافي قامت برضو بعض الدول للالتفات لمعدلات النمو، لكن للأسف كان بدأ يبقى في تعافي في الطلب لم يصاحبه تعافي في العرض، نتيجة للصدمات والاختناقات الإمداد والتوريد اللي احنا اتكلمنا عليها باستفاضة، وبالتالي نتج فجوة ما بين العرض والطلب كان في شكل فجوة تضخمية. هذه الفجوة كان من المهم جدا معالجتها والتصدي ليها من خلال حزمة من الإجراءات، على رأسها شهدنا معظم البنوك المركزية في مضمار وسباق لامتصاص هذه الأزمة. انعكس ذلك على زيادة في معدلات التضخم، وزي ما هنشوف الآن معظم البنوك المركزية قامت برفع أسعار الفايدة نتيجة لمحاولة منهم وسعي منهم لاحتواء معدلات التضخم. يعني على الرسم البياني هنا حضراتكم هتشوفوا معظم الدول، على الأقل التكتلات اللي احنا عرضناها حصل فيها طفرة في معدلات التضخم ما بين سنة 20 مرورا ب 21 إلى 22، ملحوظ جدا في معظم السلع والمنتجات. وتنبأ صندوق النقد الدولي أن يستقر معدل التضخم عند 7.4 في سنة 22. لم تقتصر هذه الأزمة على بعض الدول، كان مداها واسع الانتشار، وشفنا إزاي الأزمة انتقلت من الصدمات الأولية إلى الصدمات الثانوية، ورأينا أيضا كيف تعاملت هذه الدول زي ما قلنا في سباق لرفع أسعار الفايدة لاحتواء الأزمة، بالرغم أنها في الأساس تم تصنيفها على أن هي أزمة صدمات عرض. لكن بنشوف هنا أن كل الدول أو معظمها سواء كانت دول متقدمة أو ناشئة يعني قامت برفع أسعار الفايدة لاحتواء معدلات التضخم. احنا على الرسم البياني اللي على اليمين شايفين مدى استهداف التضخم للبلاد دي أعلنته، وهو عند الخط الأسود أو الحدود السوداء اللي على اليمين، لكن شفنا أن في انحرافات كبيرة حصلت في معظم هذه الدول ولم تستطيع تحقيق معدلات التضخم نتيجة للضغوط التي مرت بها كل الدول تقريبا. يعني على الشمال بنشوف مقدار الزيادة في معدلات الفايدة اللي قامت بها هذه الدول، ابتداء من الشمال عندنا الاتحاد الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفايدة، مرورا بالمملكة المتحدة وأمريكا، وصولا للهند ومكسيك، ده على سبيل المثال وليس الحصر. شايفين دول زي البرازيل رفعت الفايدة بأكثر من 10%. طبعا حدث الكثير من الجدل عن مدى ملائمة استخدام أداة سعر الفايدة لاحتواء الأزمة، بالرغم أن هي تم تشخيصها وتصنيفها، وده طبعا له وجاهة فنية على أن هي أزمة عرض وليس الطلب، وبالتالي مدى جدوى استخدام سعر الفايدة في احتواء معدل التضخم. لكن الحقيقة زي ما قال الدكتور عديان النهاردة، قال أن الأزمة دي كان مهم جدا مواجهتها بشكل سريع واستباقي لتقليل من حدة أثر هذه الأزمة، لكن التأخر واضح أن هو كان محل الاعتبار لبعض البنوك المركزية، أدى إلى أن تلك الأزمة تم يعني تداركها في وقت متأخر أو في مراحل متأخرة، وبالتالي تم يعني تحميل هذه الدول أعباء أكبر وكلفة أكبر بكثير نتيجة للتأخر، لأن هم كان في الأول وجهة نظرهم أن هذه الأزمة ستكون انتقالية ومؤقتة، لكن أثبتت المؤشرات أن هذه الأزمة ليست مؤقتة وغير انتقالية.
وبالتالي كان مهم جدا التعامل معها، وده يبرر ليه معظم البنوك المركزية قامت برفع معدلات الفائدة. زي ما قلنا، بالرغم من عدم قدرة السياسة النقدية على حل الاختناقات في سلاسل الإمداد، لكن بيبقى مهم جدا لاحتواء الضغوط التضخمية التأثير على جانب الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة، ومهم جدا أن تستهدف السياسة النقدية التأثيرات الثانوية لصدمات العرض من خلال رفع أسعار الفائدة وامتصاص السيولة أو فائض السيولة الموجودة في الأسواق. للتضخم أضرار كثيرة، وبالتالي مهم جدا معالجتها واستباقها بدري، وده اللي قام به معظم البنوك. وطبعا هنتكلم، هنسلط الضوء على دور البنك المركزي في احتواء تلك الأزمة. لكن لو افترضنا أن تم ترك التضخم للمطلق ولم يتم التعامل معاه بشكل مباشر، بيؤدي ده إلى أزمات أكبر على المدى المتوسط. يعني بيبقى فيه بعض الانتقادات لاستخدام أداة سعر الفايدة أن هو بيبقى له تأثير في المدى القصير، وده طبعاً مظبوط لأن هو بيأثر على معدلات النمو والتوسع في النشاط الاقتصادي على المدى القصير. لكن على المدى المتوسط، عدم واجهة التضخم بيؤدي إلى زيادة في مدخلات الإنتاج وزيادة في كلفة الصناعة، وبالتالي بيؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي نتيجة لتراجع في الطلب، لعدم قدرة المواطن على مواءمة هذه الزيادة، وبالتالي بيؤدي إلى كساد محتمل، وبالتالي بيؤثر على بيئة الأعمال. ومهم جدا لهذا السبب أن يتم التعامل بشكل مباشر مع التضخم. السبب الآخر أنه بافتراض أن في منتج موجود في دولة وفي دولة أخرى عندها نفس المنتج بنفس الكفاءة والجودة، لما بيبقى في دولة عندها المنتج ده وبتمر بموجة تضخمية، معناها أن السعر النهائي لهذه هذا المنتج أو هذه الخدمة بيبقى أغلى من الدولة الأخرى اللي عندها مستويات تضخم أقل، وبالتالي قدرتها على المنافسة بيكون برضو أقل، ومن ثم بيبقى فيه تراجع في القدرة على الصادرات للدولة اللي بتعاني من تضخم أو ضغوط تضخمية، وده بيأثر بشكل سلبي على تنافسيتها في الخارج، وطبعا على الدخول من النقد الأجنبي والموارد الأجنبية. هنا سريعا في هذه الشريحة احنا بنوري مش بس كان أثار الأزمات أو الموجات التضخمية كانت على مستويات الأسعار، لكن طبعا الأزمات اللي مرينا بيها كان ليها أثر كبير على حركة رؤوس الأموال. احنا شايفين ان من 2005 كان في كذا حقبة حصل فيهم أزمات، أدى ده إلى تخارج في رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة تحديدا. لكن لو بصينا، لو شفنا آخر فترة، سواء يعني سنة 20 في بداية اندلاع أو انتشار جائحة كورونا، ومؤخرا طبعا اندلاع الأزمة في أوكرانيا، هنلاقي أن وتيرة التخارج كانت أكبر بكتير، وحجم الخروج كان برضو ليس بقليل، مما أدى إلى تراجع في حركة رؤوس الأموال داخل الأسواق الناشئة، مما طبعا له تأثير وضغوط على الأسواق ذاتها. هنا برضو حبينا نستعرض أن بيبقى فيه تأثير لصدمات العرض، ومهم جدا أن تجديد السياسة النقدية يكون ملائم. عشان كده زي ما نقول الاقتصادي الكبير الدكتور محمد عريان اتكلم على التوقيت اللي قام به البنك الفيدرالي تقييد السياسة النقدية، وكان محل انتقاد الكثير لتأخرهم حسب يعني قول بعض المحللين، وبالتالي كان مهم الاستباق والتحرك بشكل سريع. اللي بيحصل ان طبعا بيبقى في يعني رد فعل اعنف لما بيبقى في شواهد واثباتات ان اسعار الفايده غير ملائمه وتحتاج الى المزيد من التقييد، وبالتالي بيبقى رد الفعل اكبر، وده اللي ادى الى البنك الفيدرالي الامريكي محاوله منه للتدارك الازمه رفع سعر الفايده 300 نقطه اساس، وده طبعا عمل ضغوط على العملات قصاد الدولار الامريكي اللي شهد يعني زياده في قيمته امام هذه العملات، وده كان بالتبعيه له طبعا تاثير على
معدلات التضخم في معظم الأسواق الناشئة نتيجة لتراجع قيمة عملتها مقابل الدولار الأمريكي، وده باين قدامنا على الرسم البياني اللي في الشمال. شايفين في دول تأثرت ووصل يعني في معدلات التضخم فيها أكتر من 80%. صندوق النقد الدولي بيتوقع زي ما احنا شايفين ان معدلات التضخم نتيجة للإجراءات الاحترازية اللي قامت بها معظم الدول من تقييد للسياسة النقدية ان هيبتدي ينعكس وانتقل اثار هذه السياسات على معدلات التضخم، يعني بيتنبأ بتراجع في معدلات التضخم في سنة 23 نتيجة لانتقال تأثير القرارات التقييدية اللي قامت بها معظم الدول الفترة اللي فاتت من دول سواء كانت ناشئة أو متقدمة. سريعاً برضو هنا العوامل المؤثرة في مسار معدلات التضخم، هنشوف الفترة اللي جاية طبعاً إيه اللي هيحصل في الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن هي ليها تأثير كبير على معدلات النمو والنشاط والتجارة العالمية والتوقعات، وطبعاً أسعار الفايدة في البنك الفيدرالي الأمريكي هيبقى ليها يعني أثر كبير على مجريات الأمور الاقتصادية. معدل التعافي في الاقتصاد الصيني مهم جداً، لأن هي من الاقتصادات الكبرى وليها تعاملات كبيرة مع معظم الدول، وبالتالي أي تباطؤ في الصين بيؤدي إلى تباطؤ أيضاً في الحركة التجارية والصناعية والنشاط الاقتصادي بشكل عام، وبالتأكيد أي تعافي بيبقى له مردود إيجابي، فبالتالي كل الأنظار برضو تقع على هذا الشأن ومدى التعافي اللي هيحصل في الصين. أخيراً أي متحورات جديدة أو أخبار يعني سيئة فيما يخص متحورات فيروس كورونا ممكن برضو يعني يبقى ليها ظلال سلبية على التوقعات، لكن إن شاء الله الفترة الجاية يبقى فيه تعافي بشكل عام فيما يخص هذه الجائحة. انتقالاً لمصر وتأثير ده على السوق المصري، البنك المركزي المصري قام في يعني خطوة استباقية مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بالإعلان عن مستهدف للتضخم، ويعني وعياً منه أهمية يعني إلى حد كبير يعني توجيه التوقعات فيما يخص التضخم، خاصة لو ما كانش في دايما نظرة مستقبلية أو توقع يقدر الجميع يتنبأ به فيما يخص معدل التضخم. العادي ان احنا كنا دايما بنشوف ان الناس متوقعة زيادة في الأسعار أو في معدل الزيادة في الأسعار نتيجة لأنه ما كانش في يمكن رؤية واضحة ويعني نوع من الشفافية الكاملة فيما يخص هذا المؤشر، لكن مع حلول أو مع انطلاق البرنامج الإصلاح في 2016 تم الإعلان عن مستهدف لترسيخ مبدأ كبح جماح التضخم والسيطرة على التضخم من قبل البنك المركزي المدعوم بالتنسيق الكامل مع الحكومة، وبالتالي قدرنا أن احنا نسيطر على معدلات التضخم اللي كانت وصلت لي فوق ال 30% في 2017 إلى أن وصلنا بها لمعدلات أحادية ومستقرة في ما بعد وصلت لحوالي 4%. لكن طبعاً اضطرينا أن احنا يبقى في بعض يعني الحياد عن أو الانحراف عن هذا المسار بشكل مؤقت نتيجة للضغوط اللي هي مرت بينا ومرت بكل الدول زي ما شفنا في العرض قبل كده. ده طبعاً تطور معدلات التضخم في مصر مؤخراً نتيجة لي يعني تحديداً أثار الحرب والأوضاع الجيوسياسية اللي أدت لزيادة مضطردة في أسعار السلع والخدمات والطاقة والسلع الغذائية والزراعية، وبالتالي طبعاً كان ليها تأثير كبير، لكن إن شاء الله يعني نتمنى أن مع حلول عام 23 النصف الثاني من 23 نبتدي نشوف تاني تراجع في هذه المعدلات. طبعا كان في برضو بخلاف الضغوط العالمية كان في بعض الضغوط المحلية ناتجة عن الدور المهم اللي قامت به الدولة والبنك المركزي لمساندة القطاع الاقتصادي من مبادرات ومن
يعني تيسير لأوضاع السياسة النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة في وقت جائحة الكورونا، وطبعا خفض أسعار الفائدة بالإضافة إلى ضخ السيولة، مما أدى إلى زيادة في معدلات النمو في السيولة، وطبعا كانت معدل جيد. وفي نفس الوقت كان في برضو تحديات كبيرة في الاقتصاد ناتجة عن الأوضاع العالمية، أدت إلى أن ما كانش في مواجبة بنفس المقدار للناتج المحلي، وأيضا معدل دوران النقود كان ابتدى يزيد، كان في الأول فترات سابقة معدل سلبي لكن ابتدى يزيد، أدى إلى أن في الآخر كان في ضغوط تضخمية ناتجة عن الدعم والتيسير الكمي اللي قامت به الدولة والبنك المركزي، مثل ما شاهدنا في معظم البنوك المركزية اللي برضو تشهد معدلات تضخم مرتفعة، وده شيء مش غريب لأن شفناه في معظم العروض التقديمية اللي شفنا فيها مثل هذه الأثار على الدول الأخرى. هنا برضو بنوري أن بالرغم من كل ده كان في زيادة في معدل النمو الحقيقي للمطلوبات أو معدل الزيادة في منح الائتمان من خلال القطاع المصرفي، بعد ما كان شهد بعض التراجع نتيجة للسياسة النقدية التقييدية ابتدى يتعافى، وصل لذروته في 2021 وصل لحوالي 29% وابتدى يرجع تاني لنسب مقبولة، لكن النمط بشكل عام في تصاعد، وده يعني ده مؤشر جيد لأن هو برضو بيعكس الطلب على الائتمان، وده بيبقى برضو له مؤشر جيد للطلب للتوسع في القطاعات المختلفة، وبرضو بيبقى له تأثير على التضخم نتيجة للتوسع النقدي. فيجب هنا يبقى في نوع من التوازن ما بين عملية منح الائتمان ومعدلات التضخم عشان ما يبقاش نمو في الائتمان له أثار تضخمية. اللي حصل طبعا ان المعروض ده بيؤدي الى يعني الى تغيير في ايضا المتغيرات في سعر الصرف نتيجه لهذا المعروض وكيف يتم التداول على هذا المعروض في السوق. فطبعا كان هذا المعروض بيؤدي الى ضغوط برضو على سعر الصرف، وشفنا ان سعر الصرف بالرغم من كل الضغوط لم يفقد الكثير من قيمته، بل بالعكس هو شهد يعني على مستوى الفترتين اللي احنا عرضينهم هنا اللي هو آخر عام 20 إلى 17 أكتوبر 22، وفي فترة أخرى في الجزء الأسفل تحت 31 ديسمبر إلى 20 مارس، بنوري برضو أنه حصل يعني بالعكس حصل زيادة في قيمة العملة مقابل معظم العملات، لكن ده زي ما ذكر الصبح مش مفروض يبقى مؤشر بيتم التفات لي على إنه هو بيعكس قوة الاقتصاد بشكل أساسي. هو طبعا في الآخر بيعكس الأداء الاقتصادي، لكن بيبقى فيه عناصر أخرى متغيرة ممكن تأثر على قيمة العملة، وبتبقى عناصر ممكن تكون عناصر مباشرة بالإضافة أو غير مباشرة بالإضافة إلى أيضا التوقعات اللي ممكن تأثر على سعر أو قيمة العملة صعودا ونزولا. البنك المركزي يعني زي ما ذكرنا تم التعامل مع الأزمة بشكل استباقي، وقام ب الإعلان عن مستوى عن تضخم معدل تضخم ل يعني ترسيخ مبدأ يعني السيطرة على التضخم، وأعلن عن ده. وطبعا يعمل البنك المركزي على الحفاظ على هذا المستهدف بالذات على المدى المتوسط، وده يعني في صميم عمل البنك المركزي المصري. بعض الأمور اللي قمنا بيها الفترة اللي فاتت، احنا رفعنا الفائدة ب 300 نقطة أساس أو 3% من مارس 2022 كبرضو إجراء احترازي لامتصاص الضغوط التضخمية، وقمنا برضو باستخدام الأدوات الأخرى مثل رفع معدل الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك من 14 ل 18% في محاولة من البنك المركزي لامتصاص الفائض في السيولة
واحتواء التضخم. التضخم برضو يعني زي ما شايفين هنا هو التعامل مع السيولة الفائضة. احنا عندنا في مصر فائض في السيولة، ودي نقطة مهمة جدا، ده فائض في السيولة وليس إجمالي قيمة السيولة في السوق. فائض في السيولة يقدر ب 600 مليار جنيه. الفائض ده بعد ما يتم استبعاد منه كل استثمارات البنوك وعمليات الائتمان على لجميع القطاعات، وبالتالي ده بيعكس يعني فائض هيكلي كبير موجود في السوق المصري. ده مهم جدا ان البنك المركزي يتم التعامل معاه من خلال عمليات السوق المفتوح وامتصاص هذه السيوله لتخفيف الاثار التضخميه وبالتالي الحفاظ على استقرار الاسعار. البنك المركزي بيتعاون مع الحكومه بشكل كامل ليحقق التكامل الاقتصادي، وطبعا ده بيتم من خلال عدة مناحي، منها التعاون من خلال المجلس التنسيقي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي تم إنشاؤه في 2005 بهدف التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وأيضا التوافق بيتم في صور فنية أخرى مثل اللجنة المشتركة لإدارة السيولة وطروحات الدين العام المشتركة ما بين البنك المركزي ووزارة المالية. الآفاق المستقبلية أعتقد يعني إحنا ذكرنا الكثير منها، ومش عايز أطيل على حضراتكم أكتر من كده لأترك المجال للسادة الحاضرين، لكن ده كان في المجمل يعني أهم ما طرأ في الفترة الأخيرة. شكرا سيادة المحافظ ودولة الرئيس. شكرا جزيلا السيد رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي، كانت برزنتيشن وافيه لكل تحركات البنك المركزي المصري على مدار الفتره السابقه.